الاسبوع اللي بعد كله ربع، الاسبوع الرابع بسيبه ربع، لان العيد اللي بيطلع على السبت لو لبن بودره بتسيبه له كل اسبوع ربع كيلو علميا، يعني حد شهر بخش على 2 كيلو، الشهر الثالث بخش على 2 ونص ما عادش بزود له عن كده عشان اعرف ازاي. فانت برضو نفس شرب البهايم، نفس البقر، نفس الحكايه، ادي ربع كيلو، ادي النهارده نص، افضل عليه اسبوع اشوف جعان عشان اعرف النقطه كمان، اعرف المشاهد العجل البقر الجوع ما موتوش، العجل البقر شبع وانت جايبه صغير بتموته وبتقضي عليه، فالعجل الصغير برضه الجوع ما موته، الجوع بيفتح مصرانه وبخليه يعيش والعمار بالله، ما عشان ما ياخدش حد ياخد مني الدار، اقسم بالله انا عاوز ياخد مني عجل النهارده بجنيه بقى وبكره ب 100,000 وموت وشين، ما حد يقول انا اتضريت يعني الحمد لله شكرا. انا انت تروح من عجل ما عادش ليه قضيه عندك، انت ما عجل سليم مني ما الحمد لله شكرا، تكسب تكسب دي بتاع ربنا، بس اقسم بالله باخد مني عجل بخسر، انا بقول انا ما زعلان، ما بقولش انا مبسوط، انا عايز اخد مني عجل النهارده بجنيه بقى وبكره ب 100,000، انت بتاكل عيش وانت على الله وجايب عجل، انت عندك بقره صرف عليها وجايب عيدين عاوز تاكل منهم عيش، فدي زيوت اللبن مع احترامي ليك. اي بانع، اي استفسار، في اي استفسار، في اسهالات، في اي حاجه، التليفون اهو ان شاء الله الناس ترن عليا باذن الله، يعني اي عندك عجل اسهل، عجل ما بيشربش، عجل بكح، عجل في انتفاخ، عجل بياكل طين، عجل بكذا، عجل كذا، وما حدش يقول عجل بقر بيرضى او عجل لبان جاموس بيرضى او يسيبه يحط طين ياكل طين، الطين ده موت لوحده، العجل كل طين مات اعرف ان هو مات، العجل لحص طين من تحت منه اعرف، انا جاي عندي العقول السالك، انا عندي كذا مكان عامل اربع اماكن، لقيت عجل مش كل عقول بتاكل طين، لقيت عجل بياكل طين بحطه في حته ثانيه، لربطه بحطه على اسفلت، اعرف النقطه دي برضه، العجل السالت اللي برضه ان كل طين اعتبر انه مات، بيس على قلبه مات. فيا باشا اي استفسار انا برضه حبيت نعرف برضه المشاهدين وصحاب القناه اللي كذا كذا، فبعرف حضراتكم برضه، فالعجل السالت اللي بيشتغل، العجل السالت اللي هو عجل صغير يحذر من اللبن. انت ليك عندي حاجه واحده خدته مني وما طلعش سليم، اطلع قول لعجلك مش سليم مش واخده، او في عربيتك مش سليم راجع عجل تاني، او تيجي بيت العجل مش واخده مش سليم، دي ليك عندي بس تزود لبن بقى، ما تزودش لحاجه، انا بنصح مره واثنين وثلاثه ومليون اهو، هتزود لبن عجل صغير هتشيله وترميه، قلل اللبن قد ما تقدر اسبوع، كل اسبوع زوده نص كيلو لحد ما العجل معاك يجي بامر الله. وطبعا انا فاهم النقطه، العجل الصغير ابو ساعه ب 10,000 ده ان حافظت عليه شهر بيبقى زي ابو 20 عشان اعرفك، انت بتسال ما فيش عجل بيفضل كده، ما فيش يقول لك ده مقرمز، لا بيكبر وزي ابو 20 بيع لحم السنه الجايه بفضل من ربنا بيبقى بيع لحم ب 60 و70 زيه زي عجل ب 20,000 كشاريه عشان اعرفك، بس بترجع للنظام، حته نظيفه نص بيز قلل اللبن، واحد تاخده واحد لما اكون جعان والعجل بيجري وراك وتيجي تسقيت انا مره تلاقيه بنقر على امه فايق، احسن ما تسقيت انا تسقيطه او سايبه كده ايه يتلكم منك يتقرص. وطبعا القاسم منك بياخد وقت تاني، بيرجع عشان افهمك نقطه، العجل اللي بيقاسم منك بياخد شهر ورا، بياخد شهر ورا ما يبدا يرد. فيا باشا رقم التليفون تحت امر حد لو عايز كميه بايام تحت امره، ده رقم التليفون 015-0-721-94-13، معاكم معلم برنامج ابو عطيه ابو عوف المنصوره منيه محل الدمن، اي استفسار ما تغزاش واتصل علي، واخد مني رن علي، ما انتش واخد مني حاجه رن علي قول لي انا عاوز اعمل واحد اثنين ثلاثه. فانا ما بقولش حاجه في حاجه، واللي يرن على التليفون بتاعي انا ساعات ببقى قاعد في البيت والله ما فيش شبكه غصب عني، فما فيش حد بيرن علي يقول لي خدت عيد كذا كذا، انا برد عليه مني او مش مني. فرجاء كتر اللبن انت داخل على حر مش حلو، كتر اللبن بقول لكم مره واثنين اهو مش حلو. ويا باشا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.